ربما من يقول من أنه هذا حلم، أو ربما هذا تكتيك. هناك الكثير من المشاريع التي تبدأ بالحلم ولكن فيما بعد تصبح حقيقة إذا لقيت رجال طبعا. وهناك بعض الإمكانيات والوسائل الرجال هم اللي يديروها، إمكانيات والوسائل ما تنزلش من السماء، هذه قناعة وليس تكتيك. والدليل هو الهدف، نحن نسعى من أجل مصالحة وطنية حقيقية، ومش من المنطق هو أننا نسعى من أجل المصالحة الوطنية ونولي نروح ندير انقلاب أو ندير انتفاضة شعبية، مش منطقي. لكن كون أن هذا النظام هو طرف كما قلت مع عدة أطراف أخرى في الأزمة، كون أن هذا النظام هو من يمتلك زمام الأمور، لابد من تغيير هذا النظام بداية. الانقلاب والانتفاضة الشعبية هذا يجيو في حالة ما حدث التزوير. إذن الخيار رقم واحد هي الانتخابات. في يوم الانتخاب يكون الشعب حاضر، الشعب يخرج ويكون مهيئ ومهيكل ومنظم عبر 48 ولاية بالدوائر تاعها، بالبلديات، بالقرى، بالأحياء. وهذا الناس اللي يترشحوا تكون عندهم الكلمة، مش كيف ما الآن أي إنسان يتكلم كلمة حريقة هذيك اللي تفشفش في الماء. المرشحين لما تكون هناك تهيئة وتعبئة شاملة تكون عندهم كلمة. وتحدث أيضا على نقطة نحاول أن نزيد نشرح فيها شوية، نتاع الإخوة والأخوات اللي راهم في الخارج، هذو راهم بمثابة نتاع سفراء، هذو غدوة أمام القنصليات، أمام السفارات على المستوى الدولي، يقوم أيضا بدور تاع توعية وتاع تحسيس وتاع تعبئة وتاع مراقبة أيضا. وبطبيعة الحال هناك الكثير الآن من الوسائل، منها الأنترنت، منها هذا الموقع لدعم الصوت والصورة، هناك الكثير من المواقع لإظهار النزاهة نتاع الانتخابات أو العكس تاعها من خلال الصوت والصورة. وهناك عمل كبير يحتاج إلى تفاصيل، الإنسان اللي يقرأ العربية يقدر يضغط على الرابط اللي دائما نديره في الصفحة نتاع المعلومات تاع الفيديو، واللي ما يقراش العربية يقدر راه كاين مواقع اللي تدير ترجمة يستطيع من خلال المعنى باش يفهم. بعد ما تجرى الانتخابات الأكيد هو أنه راه رايح يفوز واحد، ما يفوزوش عشرة، لكن هذا الناس اللي معاه مش هو لما يخرج يقول لهم باي باي، لا، هذا الناس اللي يكونوا معاه هما اللي راهم رايحين يشكلوا حكومة نتاع وحدة وطنية. هذه الحكومة الوطنية تبدأ تحضر الوضع واحد آخر. إذن يوم الانتخابات يكون هو يوم الفصل، على جال باش نديرو حل دائم، مش حل ترقيعي ومش حل مؤقت، وإنما حل دائم. الشعب لما يخرج يوم الانتخابات ما عاودش يرجع للبيت نتاعو إلا إذا عادت الإرادة للشعب. لما تعود الإرادة تاع الشعب، الرئيس هذا رفقة هذا المرشحين الآخرين اللي ربما يقدر يحدث تنازل يوم الانتخابات، هو أنه اللي أقرب
من خلال التعبئة أو من خلال التحسيس اللي هو أقرب للفوز بالانتخابات، ربما يتنازلوا له، أو ربما إذا كان فيه دور ثاني هذا الناس اللي ترشحوا راهم رايحين يدعموه. من بعد تتشكل حكومة نتاع وحدة وطنية، هذه الحكومة نتاع الوحدة الوطنية من بين الأولويات تاعها هي إعادة الاستقرار للبلاد، تفتح ورشة نتاع عمل، ويتسطر برنامج أوروزنامة، ومن بعد نمشي قدما الى تاسيس الدوله نتاع القانون، دوله نتاع الحق. في اطار هذه الدوله تعاد الكلمه الى الشعب على المستوى الوطني من خلال انتخابات البلديه والولائيه والبرلمان، ويعدل الدستور، ويكون هناك ميثاق وطني قبل ما يعرض للتصويت، يعرض على الشعب للإثراء، يعرض على المؤسسات. الميثاق هذا يكون هو الضمان الوحيد لاستمرارية مؤسسات الدولة. هذا الميثاق يكون خذا بجميع الأخطاء التي وقعت في الماضي على جل باش ما تزيدش تعاود تتكرر، وأيضا تناقش فيه جميع طابوهات، جميع المواضيع التي تكون محل الخلاف. وهذا الميثاق في رأيي يكون لمدة 40 أو 50 سنة، يعني مش كل ما يجي رئيس دولة يغير. هذا الميثاق يصادق عليه الشعب، ولكن يكون لمدة 40 أو 50 سنة. الإسلامي لما يروح للانتخابات ما يخافش من التزوير تاع الانتخابات، أيضا العلماني، والله هذ الناس اللي يسميوا رواحهم الديمقراطيين، لما يروح للانتخابات أيضا يعرف روحه بأنه حتى الفائز ويكون إسلامي راه كاين ميثاق، إذا يضمن له واش راح يكون بعد فوز الإسلامي في الانتخابات. إذا هذا الميثاق هو الضمانة. إذن لما تنشأ هذا الدولة نتاع المؤسسات وتكون فيه استقلالية نتاع القضاء، الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية، تشكل حكومة منتخبة من طرف الشعب بعد ما تكون فيه انتخابات بلدية ولائية وبرلمان، هذه الحكومة من بعد تكون في إطار دولة نتاع القانون نتاع المؤسسات. نهار نبني دولة نتاع القانون، دولة نتاع المؤسسات، في ذاك النهار نقدر نحقق في الملفات نتاع الفساد، نقدر نحقق في الملفات نتاع الاغتيال، في الملفات نتاع الاختطاف، تجرى محاكمات شفافة تحضر فيها هيئات دولية للملاحظة، ولكن هذه المحاكمة تجرى داخل الجزائر من طرف قضاة جزائريين، وكل متهم عنده الحق على جال باش يدافع على روحه وفقا للقانون الذي صادق عليه الشعب. تكشف الحقيقة، تجرى محاكمة، من بعد يصدر العفو الشامل. شفتوا إذن المصالحة وكتش نلحقوا لها؟ المصالحة بعد عمل طويل ومستمر. مصالحة إذا نوصلوا لها كنتيجة. الآن نعود نرجع نقطة البداية، نلتقي في التسجيل القادم.